اعمل بورتري سريع جاف سكتش بطريقه سهله. انا هعمل هنبتدي اولا بالنسب بتاعه البورتري العاديه، لو بنبدا بنعمل دايره وبنقسمها بالطول وبالعرض بالنص، بعد كده بنبتدي نحط لاين الانف، وبعدين بنرسم اللاين، بنرسم الانف بتاعتنا، وبعد كده بنبدا هنحط نسب، بقيه نسب البورتري اللي هو هنطلع بالخط بعد كده بتاع العين لما بنخلص من رسم الانف عشان نبدأ نحدد النسب. وعلى فكرة النسبة بين الحاجب والأنف زي النسبة بين الأنف والدقن. أنا دلوقتي بحط الأوت لاين بتاع الوش بتاع الموديل اللي أنا رسمها، هي الرسمة من خيالي السكتش ده، فحطيت الأوت لاين بتاعنا. وبعدين دلوقتي أحط اللاين بتاع البق، ده هيبقى في النص برضو بين مسافة بين الأنف والدقن. ده اللاين بتاع العين، العين هتطلع من نهاية الأنف، دايما بتبقى كده بالذات لو البورتري فيجر فيس اللي هو يعني الوش الموديل للكاميرا عادي بس. وهبدأ أحط العين بتاعتي وهرسم الأوت لاين بتاعها. بدأت أعمل الأوت لاين بتاع الشفايف زي ما انتوا شايفين برضو بطريقة بسيطة عشان الناس. ودايما على فكرة نهاية الشفايف هي بتبقى دايما عند خط النص بتاع العين، برضو لو البورتري فيجر فيس. الكلام ده بيتغير لو احنا بنرسم بورتري باصص بالجنب شوية او هاف بروفايل، انا بتكلم ان حاجة وشها للكاميرا. دلوقتي برضو انا بعمل الأوت لاين بتاع الشعر زي ما انتوا شايفين، برضو خطوط خفيفة وبسيطة بس عشان نبرز شكل الشعر ونقدر واحنا بنشتغل بالتظليل في الجاف نبقى عارفين هنمشي منين وبدايتنا فين ونهايتنا فين. وبعمل خطوط بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا تقريبا يعني بخلص شكل الشعر زي ما انتوا شايفين. دلوقتي احنا هنبدأ نظلل الشعر بالجاف بخطوط زي ما انتوا شايفين اهي. بعمل لاينز خفيفة عشان اظهر ابرز شكل الشعر، وكلها في اتجاه واحد عشان يعني الخصة طبيعة الشعر عامة كده، الا لو هو شعر كيرلي. يعني لو كيرلي هتبقى فيها طريقة وتكنيك تاني خالص. طبعا زي ما انتوا شايفين انا بحاول ابرز شكل الشعر بتاع الموديل اللي انا برسمها بالجاف. زي ما انتوا شايفين انا بدأت في الجنب التاني من الشعر برضو، عمالة استخدم فيه بظلل فيه خطوط بسيطة خفيفة. هو سكتش يعني اللي هو بس بحيث ان انا اظهر شكل الموديل واكون تكنيكها بسيط جدا لناس مثلا مش بروفيشنال في رسم الجاف، فده هيسهل لهم الموضوع اكتر. انا دلوقتي بشتغل في الجنب التاني من الشعر، يعني تقريبا قربنا نخلص الشعر بتاع الموديل.
خلاص يعني خلاص الفينيشينج بتاع الشعر زي ما انتوا شايفين. في الحتت اللي فيها شادو بتبقى شوية بحاول اخليها غامقة زي ما انتوا شايفين، الخطوط بتاعتي بحاول على قد ما اقدر اغمقها، وانا مش عايزة اعمل تكنيك صعب شوية طبعا عشان الناس المبتدئة. دلوقتي يعتبر الشعر خلص، انا جبت ورقه وسندت ايدي عليها عشان يعني لو الايد ما عرقانه او فيها ميه ما تبوظش الرسمه، بالذات ان الجاف سهل جدا ان هو يطبع بسرعه. دلوقتي انا بعمل الحواجب زي ما انتم شايفين بنفس تكنيك الشعر، بس هو ده هيبقى اتقل شويه. ولازم على فكره لما احس ان القلم في حبر لازم كل شويه بمنديل احاول انضفه او يحبس لما ارفع ايدي من على الورقه. كمان دلوقتي انا بظلل العين زي ما انتم شايفين برضو بخطوط بسيطة عشان بس أظهر شكل العين. خلصت العين وهبدأ أظلل في الأنف. أنا بمشي كله اللاين في اتجاه واحد عشان يعني ده سكتش. في التظليل التكنيك التظليل بيبقى ليه طريقة تانية يعني هبقى أشرحها برضو في مرة، بس أنا عاملة حاجة بسيطة وسريعة يعني مش هياخد وقت. كمان احنا تظليل العين هنبدأ نظلل الناحية اللي عند الشفايف. زي ما انتوا شايفين انا ببدأ اظلل الشفايف. عامة الشفايف من فوق بتبقى اغمق من الشفايف التحتانية، فهنحاول نظهر ده برضو وانا شغالة.
دلوقتي انا بشتغل في الجزء الشفايف اللي تحتانيه، بحاول انها تكون افتح زي ما انتوا شايفين. خلاص تظليل الشفايف، احاول اظلل الجنب ناحية الشعر. انا مختارة انها تكون مغطية عليها يعني عشان يبقى فيها غموض ونتخيل شكلها مع بعض، يعني لما تخلص ممكن يكون ايه تحت الجزء المستخبي ده، يعني هي ملامحها على بعضها هتبقى بريئة في النهاية زي ما هي ولا هتبقى شريرة، يعني فيها غموض شوية. دلوقتي بظلل برضو ناحية الشعر عشان المفروض ان الاماكن دي غامقة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي انا بظلل الدق اخر يعتبر جزء، خلاص فاضل جزء بسيط اللي هو هنعمل شيد تحت الدقن كده اللي هو عند الرقبة. خلصنا يعتبر تظليل الموديل كلها، نعمل بقى عند العظمة بتاعة الخد كده شيت خفيف عشان نبرزها شوية. لو القلم مش شغال يبقى لازم معانا ورقة اللي هو نجري بيها القلم شوية، ساعات القلم من التظليل بيبقى ما بيكتبش. زي ما انتوا شايفين انا بحاول اظهر بقى الموديل كلها على بعضها. الشكل النهائي ليها وده كده خلصت وما خدش وقت، وحاجة بسيطة للناس اللي حابة تتعلم بورتريه بالجاف بطريقة بسيطة.